احنا معانا عبر تطبيق زوم الطالب محمد وليد الفائز بلقب بطل تحدي القراءة العربي. محمد معانا عبر تطبيق زوم. مساء الخير يا محمد، ازيك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد انت في سنة كام؟ أنا في الصف الثالث الإعدادي. طيب مبروك على الجائزة، وعايزين نفهم منك بقى أكتر المسابقة كانت عبارة عن إيه؟ حسنا، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم العظيم. هنا كانت البداية لأمة ملأت العالم بنور العلم وبنور الإيمان. هنا كانت البداية لأمة اقرأ. معكم الطالب محمد وليد صفر من جمهورية مصر العربية، محافظة كفر الشيخ، الحاصل على لقب بطل تحدي القراءة العربي في دورته السابعة على مستوى جمهورية مصر العربية. في البداية سأتحدث عن بدايتي في عالم القراءة. كانت بدايتي في عالم القراءة عندما كنت طفلا في الخامسة من عمري، حينها تعلمت القراءة على يد والدتي معلمة اللغة العربية، وبدأت بقراءة العديد والعديد من القصص القصيرة، وبعد ذلك تدرجت في مستوى صعوبة المقروء حتى أصبحت أقرأ العديد من الكتاب العرب مثل نجيب محفوظ وطه حسين وعباس محمود العقاد. طيب وبعد ذلك محمد أنا عايزة أوصل بقى للمسابقة، المسابقة كانت عبارة عن إيه؟ حسنا، أحب أن أتقدم بخالص الشكر والعرفان لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي أطلق هذه المبادرة التي عملت بشكل كبير على تنمية الوعي بأهمية القراءة بين الشباب العرب، إذ أن القراءة هي الخطوة الأولى لتحصيل العلم وهي الخطوة الأولى لبناء مجتمع متقدم وراق. هذه المسابقة عبارة عن أن يقوم الطالب بقراءة 50 كتاب وتلخيصهم في جوازات التحدي، وبعد ذلك يذهب الطالب إلى التصفيات النهائية ليتناقش مع لجنة التحكيم في الكتب التي قام بقراءتها. أنت اللي بتختار الكتب ولا اللجنة هي اللي بتحدد الكتب؟ كلا، نحن من نختار الكتب التي نود أن نقرأها. كانت إيه ال50 كتاب اللي أنت قريته؟ يعني في إديني كده الحقيقة أبرز العناوين اللي كانت في هذه الكتب. حسنا، في الحقيقة لم أقم بقراءة 50 كتاب فقط، ولكن خلال المسيرة القراءة ما يزيد عن 400 كتاب، وهناك العديد والعديد من الكتب التي أثرت في شخصيتي وجعلتني أتمتع بالعديد من المهارات. وعلى رأس هذه الكتب هو كتاب لو أبصرت 3 أيام للكاتبة الأمريكية هيلين كيلر أدموز، إذ أن هذا الكتاب دعوة للاستفادة من كل النعم التي وهبها الله سبحانه وتعالى لنا. فالكاتبة التي فقدت نعمة البصر والسمع والنطق تحدثنا عن أهمية هذه النعم، ذاكرة لنا في نهاية الكتاب مقولة تستحق أن تدرس في التاريخ، ألا وهي: استفيدوا من عيونكم كما لو كنتم مهددين بفقد هذه النعمة غدا، ولا تجعلوا حاسة البصر حاسة زهيدة ترى ولا تتأمل جمال صنع الخالق. طيب قريت ايه تاني؟ يعني هل كانت كلها كتب أدبية أو سير ذاتية حسنا، ولا كان في كتب علمية مثلا؟ كلا، قرأت العديد والعديد من الكتب في مجالات العلوم، في مجالات الأحياء والرياضيات والكيمياء أيضا. معلش يا محمد أنا ما سمعتكش، ممكن تقول تاني؟ حسنا، قرأت العديد من الكتب في المجالات العلمية والكيمياء والرياضيات. طيب ده كان برضو ضمن المسابقة دي. إيه أجل، طيب قول لي، طيب أبرز العناوين اللي كانت موجودة يعني علشان الناس تستفيد برضو، لو حد عايز يقرأ الكتب اللي انت قريتها يبقى عارف. حسنا، كتاب لغة الكيمياء، هذا الكتاب يعتبر دمج رائع بين علمي الكيمياء والأحياء. أما الكتاب الثاني من أكثر الكتب المؤثرة من وجهة نظري، ألا وهو كتاب قصتي لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. والكتاب الثالث هو كتاب لا تحزن، هذا الكتاب الذي يساعدك على أن تخرج من الفترات الصعبة كالحزن والاكتئاب بكلماته الرقيقة الرائعة. محمد لو عايز تنصح حد عايز لسه يبتدي يقرا، لانه في ساعات ناس بتبقى نفسها انها تقرا بس حاسه ان دي خطوه صعبه، تنصحهم بايه؟ حسنا، أنصحهم بأن يبدأوا بقراءة الكتب السهلة، الكتب التي تجعلهم أكثر قدرة على الاستيعاب والتفكير، فلا يجب عليهم أن يبدأوا بقراءة كتب لأدباء عالميين حتى لا يشعروا بصعوبة أثناء قراءة هذه الكتب. ال50 كتاب اللي انت قريتهم خلال المسابقة وكنت بتتناقش مع لجنة التحكيم فيهم، اخدوا منك وقت قد ايه في القراية؟
في الحقيقة لم أقم بحساب هذا الشيء، لأنني عندما أبدأ بقراءة أي كتاب لا أشعر بالوقت وأنا أقرأ. شعورك ايه طيب بعد ما يعني حصلت على المركز الاول؟ انا شايفة معاك النجمة دي، اعتقد هي دي الجايزة. أجل هذا هو درع تحدي القراءة العربية. اتفضل. في الحقيقة عندما علمت أنني حصلت على المركز الأول في الحفل الختامي لم أكن قادرا على تملك نفسي، فهذا المركز مسؤولية كبيرة، هو أحمد الله سبحانه وتعالى أن من علي بتحمل هذه المسؤولية، وأدعو أن أكون قادرا على تحملها، وأدعو أيضا أن أكون قادرا على تمثيل مصر في التصفيات النهائية على مستوى العالم العربي. بتقرأ ايه دلوقتي يا محمد؟ حن كتاب أدب الدنيا والدين وهو بجانبي، مهلا، للإمام الماوردي، هذا هو الكتاب، يا سلام، هذا هو. ألف مبروك يا محمد، ويعني دايما من نجاح لنجاح، ومحقق كل أحلامك وتقرأ كل الكتب اللي نفسك فيها. بنشكرك على وجودك معانا محمد وليد، الفائز بلقب بطل تحدي القراءة العربي.